إذن عدنا من جديد متتبعي قناة شوف تي في من خلال هذا المباشر كما تشاهدوا معنا في هذه اللحظات المبادرة جميلة من المكتب المسير لفريق الكوكب مراكش خصوصا ربعة ديال المنخرطين اللي قاموا يعني اللي جابوا للشباب الفتيات والشبان اللي عاشوا الحادثة الواقعة ديال زلزال الحوز مؤخرا. فهذه مبادرة جميلة تقريبا ما يقرب على 776 طفل وطفلة اللي الآن غادي يحضروا لهنا الملعب الكبير لمدينة مراكش باش أنهم يتابعوا هذه المباراة اللي سبق وذكرت بأنه هذه تخصص المداخل ديالها اللي تجمع ما بين فريق الكوكب مراكش وكرة القدم كذلك وداد فاس برسم الجولة الثالثة. هذه تخص يعني الريع ديالها كل المداخل ديال هذه المباراة ضحايا إقليم الحوز. فغادي نستضفوا الآن يعني أحد يعني الناس اللي ساهموا باش انه هاد الوليدات كما تقولوا وليداتنا ديال اقليم الحوز يجيو يحضروا هذه المباراه الهامه خصوصا كما سبق وذكرت بان المداخل هذه تخصص الضحايا اقليم الحوز الفاجعه ديال 8 شتنبر من هذا الشهر هذا. سي عزيز مرحبا بك معنا في هذا البث الان. يعني هذه المبادره يعني حميده انه 700 ما يزيد على 700 ديال شاب وشابه حضروا لهذه المباراه اللي تجمع ما بين فرق الكوكب المراكشي واللي المداخل ديالها تخصص لهذه الوليدات هذو بطبيعه الحال. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا اخ زكريا. تشكروا شوف تي في الطاقه التقنيه ديالها. هذه الفكره هذه كما انت تشوفوا هذه الدوره الثالثه ديال البطوله ديال الاحترافيه ديال القسم الوطني الثاني الدوره الثالثه. هذه الفكره هذه جات من عندنا حنا كجمعيه الرياضيه المشجعين ديال الكوكب الرياضي المراكشي والاخ انس الجدياني وكاع الاعضاء ديال الجمعيه. اطرحنا على السيد الوالي ديال الجهات مراكش اسفي السي حسين الحلول اللي هو مشكور قال لك جاتو بادره طيبه قال لك حنا مستعدين وفرنا الحافلات وفرنا الاكل الله يجازيه بخير. هاد الوليدات هادو جبناهم اللي هما الضحايا ديال اقليم الحوز اللي ماتوا لهم العائلات ديالهم الامهات ديالهم الاباء ديالهم بعض منهم الاخوان اللي جاو هنا للثانويات بعض المؤسسات التعليميه باش يقراوا السنه ديالهم الدراسيه. جبناهم هنا هاد المقابله هادي اللي تلعبات دابا اللي بتلعب اللي بتجرى اليوم في مركب الكبير ديال مدينه مراكش الكوكب المراكشي ووداد فاس الدورة الثالثة لأنه جبنا الفكرة جاو هاد الوليدات هادو باش نخرجوهم من داك الضغط. نعم لأن دابا وعيشوا هاد الأجواء الاستثنائية 18 يوم دابا اللي وقعت الواقعة من نهار ذاك النهار يوم الجمعة 8 شتنبر اللي ما غاديش تنسى الجميع المغاربة وجميع الأمة الإسلامية الله يلطف وطلبوا من عند الله إن شاء الله ما باقي غادي تعاود بجهد الله وبركات الوالدين. هاد الناس هادو جبناهم هنا باش بالله ينسوا واحد الجو كاين منهم 760 طفل 760 طفل تلميذ وتلميذه الحمد لله جاوا اليوم باش ينسوا هذاك الجو اللي كان ذاك الواقعه ديال الزنزانه عيشوا ذيك الاحداث اللي صعيبه عليهم على نفسهم والمداخل اليوم اللي هو المكتب كمشكور والجمهور ديال الكوكب مراكشي اللي داروا اليد في اليد وجاو بكثافه. المداخل ديال اليوم غتكون الضحايا ديال الزلزال ديال اقليم الحوز. نعم يعني كيفاش تلقاو هاد الوليدات هاد البادره هادي يعني كيفاش كانت الفرحه في اعين ديالهم؟ جات البادره هادي شوفوا معنا تلبسوا لابسين يعني تيشيرتات ديما كوكاب. هاد البادره هادي كنا مشاركين فيها كجمعيه رياضيه المشجعين كسلطه محليه كامن وطني كقوات مساعده كمكتب مسير كمنتخب ديال المدينه الحمد لله كلشي مشارك كلاعبين ديال الفرقه الحمد لله كلشي دابا مشارك في هذه التظاهره هذه كلشي لبسناهم توني احمر وناشطين. وهذه البادره ما غاديش تكون هي اليوم غادي تكون على طول السنه ان شاء الله ومتقبلها اي واحد باش نخرجوهم من ديك المحنه ديال الزمن. شكرا سي حسين تبارك الله عليك. تفضل تفضل الاخ. يعني تنشوفوا الان في هذه اللحظات تيولجوا اللاعبين ديال فريق الكوكب مراكش قبل بدايه المقابله. أنا هذه البادره اليوم اللي تتقوم بها يعني المكتب المسير لفريق الكوكب المراكشي واللي تكلفتوا انتم الوليدات باش انكم تجيبوهم لهذا الملعب وربما اول مره هذه الوليدات يدخلوا للملعب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سي زكريا كنشكر قناه الشعب لانه احنا جبنا هذه الوليدات ديال هذه التلاميذ ضحايا الحوز اللي العدد ديالهم تقريبا واحد 761 اللي كانت الفكره ديال عبد الله
انه اقترحنا على السيد الوالي. السيد الوالي مشكور رحب بالفكره وانه عطى الاوامر ديالو السيدة القائده ديال الملحقه الاداريه بالغمال اللي شرفات على هاد الوليدات هادو. لانه حنا علاش اقترحنا الفكره؟ لانه باش يجيو كاين اللي ما عمرو بحال هاد التلاميذ اللي ما عمرو شاف الملعب الكبير ديال مدينه مراكش باش يخرجوا من داك الضغط ومن هذاك الشيء كما كنقولوا بانه باقي بحال باقي تحت الصدمه ديال الزلزال بانه باش ينشطوا. وهذا الشيء راه ماشي غتكون المره الاولى غادي تعاود تكرر ان شاء الله غادي تعاود تكرر لحقاش السيد الوالي عطى التعليمات ديالو باش يكونوا جمعيات ثقافيه ورياضيه وكلهم هما يدخلوا ينشطوا مع هاد الوليدات. وحنا الحمد لله درنا يعني كيفاش تلقاو هاد البادره هاد الوليدات هادو كيفاش شفتوا البادره في عيون في الاعين ديالهم صراحه؟ الصراحه كما كنقول تلقاوها بعد الريح والسرور بانهم فرحوا من سمعوا انهم غادي للملعب الكبير ديال مراكش وغادي يتفرجوا في المقابله ديال الكوكب الرياضي المراكشي وليدات فاس للكره الثالثه. هذه كنتمناو الانتصار لفريق الكوكب الرياضي المراكشي ان شاء الله لانهم فرحوا وما قدروا فرحات الا في الاسبوع. الحمد لله بالتنسيق مع السلطات المحليه وحنا كمنخرطين لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لاننا حنا اللي كانت عندنا الفكره. والسيد الوالي مشكور كنعاود نقولها مشكور بانه قبل الفكره واعطى الاوامر ديالو. وانت كتشوف انه الدراري جاوا بظروف جيده الحمد لله وقاعدين بظروف جيده. وكنشكروا كذلك المكتب ديالنا ديال الكوكب الرياضي ديال مراكش لانه طوى وفر الظروف الملائمه والسيد مدير الملعب الكبير من مدينه مراكش السي رشيد لانه وفروا لهاد الوليدات واحد الراحه مسكين على الاقل كما كنقولوا خرجوا من واحد شويه من ذاك الضغط ديالهم الضغط النفسي. نعم الضغط النفسي ديالهم باش هيري ينشطوا شويه كلمات الاب ديالو كلمات الام ديالو كلمات العائله ديالته كامله. حنا كنحاولوا مجهدنا باش هاد الوليدات يخرجوا من هاد الضغط هذا والله ولي التوفيق ان شاء الله. شكرا لك تحياتي لك مشكورين بطبيعه الحال. هاد المجهود كما تشوفوا هاد الابناء يعني اللي يعني تم تزويدهم بال يعني كما تقولوا تيشورتات ديما كوكب كما تشاهدوا معنا من خلال هذه المباشر المتتبعين. هادو ابناء الحوز اللي وليداتنا بطبيعه الحال واليوم استفدوا من هذه المبادره كما تشاهدوا معنا من خلال هذه المباشر المتتبعين. فهذه مبادره جميله تقوم بها السلطات يعني بمعيه يعني المكتب المسير لفريق الكوكب مراكشي. فباللحظه يعني تنشوف هذه المبادره الجميله يعني وليدات ما يقرب على 700 طفل شاب وشابه كما تشاهدوا معنا اليوم اللي غادي يحضروا يعني في حين انه الفيصل جريزي بويز حاضر بقوه في الملعب الكبير. سي سمير مرحبا بك معنا اليوم. هذه المبادره الجميله اللي تقوم بها الان يعني بين يعني الواقع ديالها على هذه الوليدات هذه كما تعرف الجميع بعد انا لله وانا راجعون الناس الضحايا تاع الزلزال في مدينه مراكش والناس ديال الكوستا هما وهذه البادره اللي قامت بها المشجعين ديال جمعيه المشجعين تاع الكوكب المراكشي ولا جميع المسؤولين باش الناس يفرقوا هاد النزلاء هذه ديال سميتو ديال الزلزال فيهم ذكور ونساء. جينا لهم يجيو المركب تيران باش يربحوا باش يتفرجوا في الكوكب وويدات فاس وحنا معاهم في سراء وطرا كما تعرف اخويا زكريا. الله يسر لكم شكرا لكم على هذه المبادره تبارك الله عليكم بالتوفيق. اذا كما تتابعوا معنا يعني مجموعه ديال الوليدات الان اللي جاوا اليوم باش انهم يتابعوا في حين انه انتظار انه ربما يكون تيفو تضامنا مع ضحايا اقليم الحوز كما تشاهدوا معنا من خلال المباشر الان المتتبعين. فالان يعني كما تشاهدوا معنا واحد العدد من الاطفال اليوم اللي جاوا باش انهم يستافدوا من هذه البادله الجميله التي تقوم بها السلطات الولائيه مع يعني مع المكتب المسير فريق الكوكب المراكشي اللي استافدوا من هذه الوليدات ديال اقليم الحوز اللي حضروا اليوم لهذه المباراه. المباراه اللي تجمع ما بين فريق الكوكب المراكشي لكره القدم ووداد فاس على الجوله الثالثه من الدوري الاحترافي الثاني انوي كما تتابع معنا. يعني عدد كبير ديال هذه الوليدات الان اللي حاضرين هنا بالملعب الكبير واللي غادي يتابعوا بطبيعه الحال هذه المباراه. واللي سبق وذكرت بانه هذه المداخل ديال هذه المباراه اللي غادي تخصص يعني لضحايا اقليم الحوز بصفه عامه كما تشاهدوا معنا متتبعينا. فنتمنى ان هذه المبادره تتواصل خصوصا هذه الوليدات يعني تنعرفوا هذه الازمان النفسيه الان اللي تعيشوها بصفه عامه. فهذه مبادره جميله بالنسبه لهذه الوليدات وتنتمنى ان هذه المبادره يعني كل مره يتجددوا. فبقى لي نشكركم شكرا لكم في التليف. فما بقى لي نشكركم شكرا لكم على حسن المتابعه الى مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تيفي.